احنا عايشين بقى المعنى ده الليلة. ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا ابره، وان عمرو بن الجموح ممن اقسم على الله فابره، واني والله اراه الان يطأ بعرجته الجنة. قدم اماما كنت يوما امامه، وصلي صلاة الفجر في اول العصر. فهذه صلاة العارفين بالله يا فتى، إن كنت منهم فانضح البر بالبحر. اللي ياخد من سيدنا النبي منصور، اللي خاف من حاجة يصلي الصلاة دي على النبي. اللهم صلي على أحمد النور المؤيد المنصور. أحمد أهدي به بعد الضلالة، وأعرف به بعد الخمالة، وأفتح به أعينا عمياء وأذانا صمة. ده احنا بنعبدك بقى الله أكبر. لازم الإنسان يفهم كده موقعك من الإعراب. أنت الأصغر، أنت لا شيء، كن لا شيء، تكن عند الله كل شيء. اخلع عليك إنك بالوادي مقدس طوى. ألا أحصي ثناء عليك، ما أقدرش. أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناء. كلمة الحمد لله جلت على قلب النبي، فلما جلت تجل. وحسبت أن اللقاء بردا لأشواقي، فتسعر الوجد من نظري إلى طه، لأن دان يوم القيامة. يا أبا اليزيد، سأسكر منها سكرة تغيبني عن يوم الوعيد، والله لئن أدخلني بعدها النار لن أشعر لها جحيما، ولئن أدخلني الجنة لن أشعر لها نعيما. دار الحبيب أحق أن تهواها، وتحن من شوق إلى رؤياها. دار بها نزل الكتاب مفصلا، يتلى على خير البرية طه. دار بها جبريل يمشي راجلا، شرفت به الغبراء إذ وفاها. أن عيش الليلة 5 دقائق ما بين المواقف ذات الكمال والأكمل. في حياة النبي في السيرة النبوية في مواقف كمال ومواقف أكمل. زي مثلا ستنا السيدة عائشة في حادثة الإفك، أما دخل النبي بشرها بأنه نزل في حقها سور وآية بتبرأها، ها؟ فقالت لا، قال لا سيدنا أبو بكر اشكري يا رسول الله. فقالت لا، بل أشكر الله. بل إيه؟ أشكر الله. سيدنا الشيخ ابن عطاء الله السكندري قال، ها؟ أن كلام السيدة عائشة رضي الله عنها كان كمال. طب والأكمل؟ والأكمل رأي أبو بكر. قال لي، قال لأن الله قال لم يشكرني من لم يشكر من أجريت النعمة على يديه. الله. فكان سيدنا أبو بكر لما قال أشكر النبي كان معناه إيه؟ أنه لا يكمل شكر الله إلا بشكر النعمة على إيد النبي. أدي الكعبة وأدي أنا وصلى. ونسي زي ما قالوا سادتنا العارفين، قدم إماما كنت يوما إمامه، وصلي صلاة الفجر في أول العصر. فهذه صلاة العارفين بالله يا فتى، إن كنت منهم فانضح البر بالبحر. وقدم إماما كنت يوما إمامه. التطاول على السنة ليس فقط بفعل البدع، إنما التطاول يكون أجرأ على السنة بأن تقلل من نبينا الشفيع المشفع. إنك تتيالك إنك منك لربنا مباشر. هو ربنا قال أركان الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، أقم الصلاة. لما جعل أشهد أن محمد رسول الله قبل إقامة الصلاة إيتاء الزكاة الحج الصوم؟ ليه؟ قال لأن العبد بعد معرفة التوحيد لا يصلح أن يكون من جملة العبيد إلا من طريق النبي محمد. سيدنا مصعب بن عمير اللي ما لقولوش جلبية تكمل كفنه، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف باكيا عليه لأنه كان أجمل شباب مكة. أنت تعرف أبوه دخل عليه؟ أبوه دخل عليه لما أسلم، اتغير حاله، بقى قاعد ساكت، مش زي زمان. زمان كان يحط العطر يشموه في شوارع مكة. أذى شباب صافد شباب مكة. فدخل على أمه ويقول يا عمير صغيرنا الحبيب لابد أنه أحب. شوف الواد اللي كنا دخلت في حياته واحدة بيحبها، الواد اتغير. أيوة حب، أيوة حب النبي، أيوة حب النبي. أهون عليك يا فتى، لو أن من تريدها تقيم في القمر، لو أنها عصية طويلة السفر
لو أنها تقيم بجناح طائر لأجاب عليك قبل لمحة البصر. شوف طفل كان مدلل إزاي، شاب مدلل إزاي، فتى مدلل إزاي. سيدنا النبي لما اختاروا سفير للإسلام اتجرد، خلع العزار بلغة الصوفية، خلع العزار وترك الأوزار وغرق في الأنوار وبشر بالنبي المختار، خد مقام سيدنا عيسى. سيدنا إدريس لما كان كل ما يغرز غرزة يصلي بيها على إيه؟ على سيدنا النبي، قال لك ورفعناه مكانا. أما سيدنا عيسى الذي بشر بأحمد قال رفعه الله إليه، ما حدش بل رفعه الله. لا الاثنين مش كده، إدريس قبض وفي السماء الرابعة، انتهى في مكان وعيسى بقي في مكانه. فهمنا؟ هذا قال مكانا عليا وهذا إليه. إليه دي عائدة على مين؟ على الله. بل رفعه الله إليه. وبعض الناس قالوا إليه حاجة فيها لطيفة إشارية. سيدنا النبي يقول إيه؟ ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولا يذكر ذنب. أنا قلت لا، يبقى عشان بيبشر بأحد. اللي يبشر بالنبي ويمدح النبي ويحب النبي وينادي على النبي ويتغزل في جمال النبي ويصحح مفاهيم النبي للأمة عمره ما يبقى له ذنب. سيدنا النبي أمسك بسيف ونادى في الناس، من يأخذ هذا السيف؟ من يأخذ السيف ده؟ من يحارب بالسيف ده النهاردة؟ بس بحقه. فكل الصحابة تطلع إلى ذلك، فقام سيدنا أبو دجانة فقال يا رسول الله وما حقه؟ أخذه بس قل لي يعني الدية إيه؟ إيه حقه؟ قال يقاتل فيه، يقاتل به اليوم حتى ينكسر، يفضل يضرب به. طب ليه ما لم يقل يقاتل به حتى يقتل؟ قال لأن اللي معاه سيف النبي منصور، لأن اللي واخد من النبي منصور ما حدش يعرف يغلبه. هذه إشارة، إشارات في السيرة مهمة جدا، لازم نقرأ بحب ويقين وعقيدة قوية في النبي. علمونا الحب قبل أن علمونا أن تنجلي وتعمر السرائر والأسرار والصدور قبل أن نقرأ ما في السطور، لأن بين السطور المسطرة جواهر أنوار لا تدريها إلا السطور المنور. فقبل النبي قال إيه؟ من يأخذ هذا بحقه؟ كل الصحابة تطلعت إيه؟ ها؟ إلى ذلك. فيقول لك فأم سيدنا أبو دجانة عنده ذكاء، قال وحقه يا رسول الله؟ قال يفضل يضرب به لحد ما ينكسر، لحد السيف ما يتكسر. طب لما لم يقل يقتل به حتى يقتل وتبقى أكمل لغاية ما يبقى شهيد؟ أم قال لك لا، لأن الذي يأخذ عن النبي لا يقهر، لأن اللي يأخذ على حضرة النبي ولو عصاية تحارب، مش عطى للراجل عصاية حارب بها وفضل يحارب بها بقيت عمره وورثت. وكان يسمى عون مدد، يعني اللي يأخذ من سيدنا النبي منصور. عشان كده قلت لكم اللي خاف من حاجة يصلي الصلاة دي على النبي، اللهم صل على أحمد النور المؤيد المنصور. كتير نقول كده عشان يحصل التأييد والفتوح والأنوار، وإلا اسم أحمد بيهز الجلال الكون. اسم قال له أحمد أهدي به بعد الضلالة وأعرف به بعد الخمالة وأفتح به أعينا عمية وأذانا صمة. اسم النبي، لأن اسم أحمد ده مشتق من اسم الله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. احمدوا الله رب العالمين، لو كلفنا بها ما استطعنا وما طقنا. وهو أعرف العارفين حضرة النبي وقف عندما قرأها على موقف الإجلال والوجن والافتقار والاعتذار والاضطرار، وجثى على ركب العجز يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت. لا 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 لا، من مش قدك، أنا مش قدك، لا أنا أدي الحمد ولا قلبي أدي أنواره. لا أنا أدي الحمد ولا قلبي أدي أنواره، ولا قلبي يطيق جلاله، ولا عيوني تقدر تشوف أنواره. ده إحنا على قدنا، ده إحنا بنعبدك بالله أكبر. لازم الإنسان يفهم كده، موقعك من الإعراب أنت الأصغر.
انت لا شيء، كن لا شيء، تكن عند الله كل شيء. اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، انت في وادي التقديس وحضره الانس والعلم النفيس، لابد ان تنطوي فيه وتغيب منك، سيبك منك كده وتنطوي فيه. وبعدين قال لا احصي ثناء عليك، ما اقدرش. ها انت ايه؟ انت كما اثنيت على نفسك جل ثناء. كلمة الحمد لله جلت على قلب النبي، فلما جلت تجلت. الله فلما ايه؟ فلما جلت تجلت، ولما علت. فراح له الصحابي يقول له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، أأنت في الأحياء أم في الأموات؟ كون ان النبي الحرب شغالة والناس بتموت وسيدنا النبي يتذكرك، عايز يقول يا أولاد ما بنساش حبيبي، ما بنساش حد أبدا مهما كان. الذي سيتذكرك ويعرفك من بين زحام القيامة لا ينساك أبدا في معركة أحد ولا بدر ولا غيره. ده شيخ عارف هو بيحارب كده، عارف اللي جايين من بعده، وشايف الأمم، ولا يحجبه هذا عن ذاك. قال لا في الأموات، الموت قبل أن تموت، فإن من مات رأى الحق. ومن لم يموت لا يحظى منها بنصرة. اللي لسه عايش مش هيشوف، اللي لسه ما ماتتش نفسه مش هيشوف. فلا لا أنا في الأموات. اللهم جازي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما جزى به نبيا عن أمته. ده سيدنا إيه؟ سعد. ثم التفت إليه وقال بل أقرئ قومك مني السلام. بيقول لواحد من الأنصار أقرئ قومك مني السلام وقل لهم. شوف الكلام بقى، الواحد بيموت أو لا، يقول لهم خلوا بالكم أنا مروح. ها لا خير فيكم وفيكم عين تطرف إن يخلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلوا بالكم يا أولاد، إحنا خلصنا لغاية آخر نفس ومروحين، والدور على اللي باقي. اوعى حد ينال من النبي. أنت عشان فاكر إن النبي مات ففاكر إن الخطاب ده مش ليك أنت كمان، وفاكر عشان إحنا بتوع مباني فاكر إن لفظة الأنصار لا تنطلق إلا ولا تنطبق إلا على الذين يعيشون في المدينة. كل محب يعيش بقلب يحمل المحبة للنبي من الأنصار. وخلي بالك بقى الرسالة لك كمان، لا خير فيكم، رسالة من سيدنا سعد بن الربيع للأمة. لعلي أنا بمفهوم القاصر أفهم كلمة قومك أي المسلمين. الله الله الله، بلغ قومك لا خير فيكم وفيكم عين تطرف. كل واحد بما أوتي من معنى، اللي أوتي الشعر يدافع عن النبي ويعرف الناس بكلام العارفين ويمدح ويغني، ترنم يا فتى وامدح نبينا، ولا تسمع لعزل العازلين فإن المادحين لهم لواء غدا يسقون من كوثر نبينا. كده لازم تعرف ثلاث حاجات. واحد، أنا لا يعرف قدري غير ربي. أنا لست كهيئتكم، أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. بعد ما تعرف الثلاث حاجات دول يبقى إيه؟ يبقى كلمة محمد إلى ما تشير؟ إلى جلال قدس لا أدري، إلى جلال قدس أنا لا أدريه. ولذلك الواحد فيهم يقول بي وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه. ما يعرفوش إلا ربنا، ما يعرفش جلال قدره إلا إيه؟ إلا ربنا. ما بين سيدنا الحسين وجنة أحد إحنا عايشين بقى المعنى ده الليلة. عمرو بن الجموح ده يا أخوانا عنده عياله أعرج، فقاموا بولاده له، وكان راجل مسن، تحارب ايه؟ وانت تعرف تحارب. ان بني منعوني ان اخرج معك، وقد منعوني من قبل عن شرف احد، عن شرف بدر، وانا يا رسول الله اطمع غدا في الشهاده. فراح ناظر لولاده قال لهم ايه؟ ان عذره يمنعه، ولكن لا تحرموه الشهاده.
خلاص خمس دقايق مع النبي افضل عندي من الحياه من غير يطلع من المدينه. سيدنا النبي يغيب عننا لنص يوم، كانوا عايشين بالمعنى ده يا اخواننا. سيدنا النبي يغيب عننا نص يوم يطلع يحارب واحنا قاعدين ناكل ونشرب، هتهنالنا العيشه من غيره؟ لا، نموت احسن، نموت فيه. فطلع سيدنا عمرو يعرج ورا سيدنا النبي، وهم بيلموا بيشوفوا الشهداء، نظر اليه النبي وبكى وقال: والله، سيدنا عمرو قبل ما يموت بلحظه قال: اللهم اني اقسم عليك ان اقتل اليوم واطهو بعرجتي هذه الجنه. الله. ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا ابره، وان عمرو بن الجموح ممن اقسم على الله فابره، واني والله اراه الان يطهو بعرجته الجنه. الله. النبي بقى ما عارف سيدنا عمرو بن الجموح ده داس على الجنه بعرجته. أيوة. شوف اللفظ النبوي، أراه يطأ بعرجته الجنة. سيدنا عبد الله بن حرام وسأخته، هذه نماذج مشرقة سقتها إليكم لنعيش بين السيرة، عيد القراءة بالمعنى ده، الصحابة بين الكمال والأكمل. لما يكون في منازعات، ايه اللي اكد الكلام ده يا اخي؟ ما كان يمكن جايز يروح عايز يبقى قائد عسكري. اسمع سيدنا عبد الله بيقول ايه بالليل بقى. سيدنا عبد الله بن حرام رفع ايده للسماء كده وقال: اللهم اني اسالك غدا ان القاك فتبقر بطني. الله الله، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الناس دي؟ سيدنا النبي بص له: القاك فتبقر بطني وتجدع أنفي وتقطع أذني، فألقاك شهيدا فتسألني ماذا فعل بك، أقول من أجلك. أيوه. فيقول الراوي: فلما انتهت المعركة وجدناه كما قال، بقرت بطنه وجدع أنفه وقطعت أذنه. فجاء سيدنا جابر: يا رسول الله، مش قادر يبص لمنظر ابوه، واحد بني ادم مقتول بطنه مبقوره ودانه مقطوعه مراخينه مكدوعه، مش منظر ما يتحملوش الابن. فيا رسول الله، كل اللي عايز اطمن عليه المنظر ده ما يهمنيش، ابويا في الجنه ولا في النار؟ طمني على ابويا. ان الله لم يكلم احدا الا من وراء حجاب، وان الله كلم اباك كفاحا. وهو بيحارب هنا بالسيف، خد بالك معايا، سيدنا النبي بيحارب اهو وشايف هناك، وشايف سعد بن الربيع. شوف شوف الاحاطه عامله ازاي، شوف الاحاطه عامله ازاي. قال له: امال ايه اللي حصل لابويا؟ قال له: اوقفه بين يديه وقال: تمنى علي يا عبدي. عايز ايه؟ مت شهيد، عايز ايه؟ سبت العيال التسعه، عايز ايه؟ قال: اريد ان اعود الى الدنيا. دنيا قال: اموت ثانيه. الله. عشان اسمعك تقول لي تاني. ده غرام يا ولاد، ده انا فهمت دلوقتي. انا كنت كتبت بيت من الشعر ما فهمتوش، كنت بقول: وحسبت ان اللقاء سيدنا النبي بردا لاشواقي، فتسعر الوجد من نظري الى طه. الواحد كان فاكر، وقالوا: الشوق من شيم الجنون، ونار الوجد عن بعد تكون، فكيف بحاضر يهواه قلبي ويشهد نوره مقل العيون. الواحد ازاي يجيب احتمال على وجد رجل انظر اليه واشتاقه وانا معه؟ قال: عايز اروح تاني. ليه؟ قال: عشان تنادي عليا تاني، اموت تاني وتقول لي اتمنى عليا. كلام فهمت سيدنا ابو اليزيد لما قال: لئن ناداني يوم القيامه يا ابا اليزيد ساسكر منها سكره تغيبني عن يوم الوعيد، والله لئن ادخلني بعدها النار لن اشعر لها جحيما، ولئن ادخلني الجنه لن اشعر لها نعيما. الله. قال له: لا، ما فيش رجوع.
هنا الجاي مرفوع والعودة ممنوع. قال له ايه؟ اني حكمت فيها انكم اليها لا ترجعون. فانزل الله قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. ما ربنا يقول كده يا اولاد، لا تحسبن، عايز يقول ان كل معارفكم عنهم ظنية، وهذا الذي ارتكنت عليه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه، بل ايه، عند ايه، عند ربهم ايه، يرزقون اكل وشرب. ما سابوه، هم اللي يرزقون ايه، من ثمرات التقريب وفواكه المحادثة وجلالات المؤانسة ولوائح المشاهدة وعواطف الدلال ولوائح الجمال وكواشف الجلال ومن أعطاف التقريب، من أعطاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون عند ربهم عواطف.